بطرش لكم صورة سيلفي للفريقين، وانتوا عليكم تصوير صورة شبيهة طبق الأصل للصورة اللي برسلها. أوكي. تمام. مفهوم. مرات التحدي يكون انكم تصورون فيديو معين ايضا بنفس الاسلوب. نعم. أوكي. اول فريق يرسل الصورة او الفيديو هو الفريق اللي بيربح الجولة. مفهوم؟ مفهوم. تمام. عندكم خمس تحديات، في كل تحدي الفريق الاسرع بيربح 10 نقاط. اسرع واحد طبعا يعني ما له داعي كلام، يو نو ام سين. صح صح. اما الفريق الثاني فبيكون عندكم 10 دقائق فقط لتنفيذ المهمة، وكل دقيقة تمر تخسركم نقطة. واضح؟ واضح. تمام. في بعض التحديات لازم تختارون مشترك واحد من الفريق عشان ينفذها، وفي تحديات لازم كل الفريق يقوم بتنفيذها، والتعليمات بتوصلكم في الوقت المناسب، وانتوا عليكم تركزون وتنفذون بالطريقة الصحيحة عشان تربحون. مزبوط. حسنا حسنا، لا تقلق يا نور. كل فريق بيكون معاه مبلغ صغير وقدره 300 درهم أو ما يوازي، يساعدكم لشراء بعض المستلزمات لتنفيذ التحديات، ومثل ما أقولكم استخدموه بذكاء. حلو، أنا يمكن أشتري فيها أكل. التحدي الأول راح ينفذه شخص من كل فريق، ويعتمد على التفاصيل الدقيقة في الصورة اللي بطرشها لكم. أوكي. أوكي. ما عندنا مشكلة. قولوا لي شو هو أثقل شيء شليتوه فوق راسكم مرة من المرة؟ الحم. اي والله الحم. أنا كان ماي كبير. ممكن نقول لا، أفتكر أيام الدراسة ممكن كانت في 30 كتاب كده شايل فوق تقريبا. وكم المدة؟ المدة؟ ربع ساعة تقريبا. أنا ليه ما خلصت الماي؟ التحدي الأول في عوار راس. تشاوروا مع بعض وقولوا لي من المشترك اللي بينفذ التحدي من فريق دبي؟ كندي. كندي ان شاء الله. فريق جدة، منو من عندكم بينفذ التحدي؟ من اللي تقهوى فيكم؟ والله صراحة أنا تقهوى. أنت تقهويت؟ أنت اللي يجيك وجع الراس. يلا بسم الله. خلاص عندنا عبد الرحمن. تذكروا أن هدفكم تصوير أقرب صورة ممكنة للصورة الأصلية. أوكي. حسنا. إن شاء الله. التحدي الأول بدأ، والسلفي صارت عندكم. أوكي. الله. شو هذا؟ خلل تقريبا. أيوه. حينة وتست. أيوه. تاجين لزق. هذا شو اللي على اليسار؟ غشتين غشتين هاد ماي أو 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 البان هي أو شيء وتشيبس فوق راسك. طيب فين ممكن نروح نحصل الأشياء دي؟ تموينات طبعا هي أقرب حاجة. أوكي. تموينات. طيب يلا أسرع. هبا يلا يلا حرك يلا بسرعة بسرعة. يلا أسرع شباب. يلا تموين ولا يعطار. يلا وين؟ يمين يمين يمين. امشي من هنا. تعال يلا يلا يلا. تعال يا مان. تأكد ولا تركز مع الفاضي؟ والله انا حاسس اننا نركز مع الفاضي. السلام عليكم. في طحينه وعلبه مخلل. شوف انا صح. ها هذا مخلل. هذا واحد باقي طحينه. طيب الحين ما نحلها. انت صادق خلصت؟ طب تبيع شطرطان او حاجه كده نلف بيها؟ اعطيني شوف اهم حاجه. كفو. لا والله اسرع اسرع اسرع. باقي لنا تست يا شباب في ميني ماركت. نروح بسرعة. كفو كفو كفو. كندي ليتس جو. خلينا نحفل اليوم. يلا اكسكيوز مي. هذا مربى حلو؟ لا اكبر شوي. لا كندي لا كنت عطشان. هاي هاي هاي. اشوف اشوف الحين اشوف الرجال. ايوه اشوف صوبي. ممتاز ممتاز. يمشي يمشي. بس بدنا شيء أهم أنتم نسيانينه. بدنا التلزيق. Do you have tape? أوكي. الحين الحين بنحاسب على هذيل وبندور على تيب ثاني. يلا. خلوني أستانس في هالشيبس. هذا التحدي خاطري أشوف فعلاً كيف بينفذونه. طيب إحنا عند الحين لقينا الشطرطون هذا جاهز. باقي العيش. لزق له. انا بروح اجيب التست واجي. يلا حاوري. كان وي يوز ذا ستيب اونلي بيت. اوكي طلع يا جماعه الخير. انت لزق حوالي راسك.
حاول انك تزبطها. ها ديني 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 بسرعه. حطها ثانيه حطها ثانيه. يلا يلا. ايوه الله يا جندي. جبت لكم حق الفطور. امسك. ايوه هات هات. يلا 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 يا شباب. ايوه اثبت اثبت. يلا خلينا نصورها برا احسن اوضح. شوي 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 شوي. لا تمشي بسرعه بس وقف وقف وقف. نفس البوزيشن ماله. اعتقد حصلتها. لا لا تحرك لا تحرك. هذه السلفي وصلت ومن فريق دبي. خلينا نشوف. لا يا شباب مش هذا المطلوب. يجب تعديل وضعية الرأس. عيدوها.